أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يباح النظر إلى الخادمة بحكم أن المشقة تجلب التيسير، وأنها لا تستطيع العمل في بيتها ومطبخها إلا وهي في ثيابها العادية بدون العباءة، وهل تقاس على الأمة؟ لا، ليست مثل الأمة، هذه أجنبية، هذه أجنبية حرة، هذه حرة ليست أمة، مثل سائر النساء تتحجب من الرجال ولو كان كفيلها، تتحجب منه ولا يخلو بها وتتستر، ولا هو بلازم تلبس العباءة، تلبس ثوب ساتر ويكفي، تلبس ثوبا ساترا ضافيا وتغطي وجهها ويكفي هذا. نعم.